اللافتات الانتخابية أحد الأوراق التقليدية الهامة للمترشحين للتعريف بأنفسهم، ظلت في الكثير من الأحيان على حالها بيضاء كأن لم تكن، كأنها لا تسر المترشحين. فما السبب في عزوف المتسابقين عن تثبيت أسمائهم وصورهم عليها؟ بدلهم غيروا لهم الاماكن تاعهم، كانوا اوديبو في قدام البلديات، قدام الولايات، قدام اماكن الابتدائيات، دوك نلقاوهم في اماكن ما كانوش معلومه ديجا، تسمى حطوهم ومن بعد حنا ولينا نديروا نحوسوا عليهم وين راهم جوست. استغلينا الاماكن المخصصه للافتات الاشهاريه تبع الحمله، لكن احيانا يكون كاين تجاوزات من بعض الاحزاب السياسيه، سواء الاحزاب او القوائم الحره، انه نروح ان شاء الله نعلقه في اي مكان نلقى اكثر من لافته محطوطه. اما فئه من المترشحين فراحت تسارع في الصاق الصور والقوائم عليها دون مراعاه الارقام والترتيب، كانها ملكيه شخصيه، فبعضهم تواجدت صورهم في اللافته الواحده اكثر من مرتين او ثلاث. هذه راهي مخالفه للقانون، لما تحت المنسق والمندوب نتاعنا يأمر يعني البلدية باش تقلع هذيك الوحدة ويوجه إنذار للذي قام بها، وإلا تكون فيه متابعات، هذا فيها متابعات قانونية، فيها جزاء قانوني. التحول الرقمي والوسائط الاجتماعية ألقت بظلالها على الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 يونيو، فأصبحت الجداريات الافتراضية بديلا للافتات الإعلانية لمنحها المترشح فرصا أكبر للتسويق لنفسه ولبرنامجه، وهو ما جعل الكثير منهم يصوب أنظاره نحو جمهور العالم الافتراضي علّه يكون سبيلا نحو اقتناص مكانة في الغرفة السفلى للبرلمان.